مساء الخير أعزائنا المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم أمل وحياة، برنامجنا هادف ومتنوع بنناقش فيه كل الموضوعات اللي بتهم الشارع المصري. بيكون معانا في كل حلقة ضيف جديد وموضوع جديد. حلقتنا النهاردة حلقة متميزة ومختلفة، هنتكلم فيها عن دور الحضانات في المجتمع، وهنتكلم فيها عن المشاكل اللي بتواجه الأمهات وخاصة الأمهات حديثي الأمومة، في إنها إزاي بتعلم ابنها القراية والكتابة، وإزاي نتعامل مع الطفل العنيد والطفل الشقي والطفل مفرط الحركة، وإيه هو السن المناسب إن إحنا ندخل فيه طفلنا الحضانة. كل ده هتجاوب عليه ضيفتنا الجميلة الأستاذة مروة الحصري. أهلا بحضرتك يا أستاذة مروة. أهلا بيكي، نورتينا وشرفتينا. الله يبارك لك يا رب. في البداية حابين نتعرف بحضرتك. أنا اسمي مروة كامل الحصري، معلمة تأسيس كي جي 1 كي جي 2 ومديرة حضانة المروة للغات. حابة أعرف من حضرتك ليه فكرت في فكرة إنك تفتحي حضانة؟ أنا اشتغلت عدة سنين في حضانات خاصة واكتسبت خبرات كبيرة، وحبيت إن أنا أفتح مكان خاص بيا عشان أفيد بمنطقتي وأهل بلدي بعلمي وبخبرتي. حضانة حضرتك تعليمية ولا ترفيهية؟ هي تعليمية في المقام الأول ولكن بها بعض الترفيه. طب انا عايزه اسال حضرتك، هو ايه السن المناسب لدخول الطفل الحضانه؟ هو السن المناسب لدخول الطفل الحضانه 3 سنوات، بس قبلها بفتره بيرجع دور الام في البيت. ان اول ما الطفل بيبتدي يقعد ويمسك الحاجات بايديه، بتبتدي تجيب له الكتب المصوره العباره عن حيوانات، خضروات، فاكهه، بيبتدي الطفل يتعرف عليها. احنا عارفين طبعا في الوقت دوت ان الطفل بيكتسب مهارات كتير وبيحفظ الكلمات، فبالتالي بيسهل عليه عملية القراءة والكتابة فيما بعد. حضرتك أكيد وحضرتك بتأسسي الحضانة بتختاري معلمات، بتبقي حاطة مواصفات لكل معلمة. أكيد طبعا. كنت عايزة أعرف من حضرتك إيه هي المواصفات اللي حطاها لكل المعلمات عندك؟ المعلمة لازم تتصف بالصبر، بالعطف، بالحنان، علشان تقدر تحبب الأطفال فيها وتقدر تخليهم يحبوها ويستوعبوا منها المعلومات بسهولة. في أمهات كتير بتسأل إمتى أبدأ أعلم ابني القراية والكتابة؟ هو تعليم القراية والكتابة عند سن 3 سنين، تمام؟ بيبتدي بقى، بس أنا قلت برضو قبل كده إن هو بيرجع للأم برضو، في إنها طبعا بتجيب له الكتب المصورة، بتعرفه عن الحيوانات، الفاكهة، لازم يتعرف على الحاجات دي كلها. أسماء كل حاجة منهم. لازم يتعرف على الحاجات دي كلها. وطبعا الكتب المصورة دي بتشد انتباه الطفل أكتر، فبيبقى عنده كمية تركيز. أيوه، يحب إنه يتعلم بالأشكال والألوان. فعلا أيوة، بتبقى طريقة حلوة قوي في تعليم الطفل. جميل جدا. طيب في أمهات بتسأل برضو، أنا عايزة أعلم ابني الحروف، بفشل بصراحة، بس لما بروح أوديه للمعلمة بتقدر تعلمه كويس جدا. ليه الطفل بقى بيتقبل من المعلمة بس ما بيتقبلش من الأم؟ طبعا المعلمة بتبقى فاهمة دماغ كل الطفل، يعني السن المعين للطفل، بتبقى عارفة إزاي تدخل توصل المعلومة. طبعا بتبقى، وطبعا بحيث دايما أنا أقول إن الحضانة طبعا بيئة تعليمية هامة بزائد المعلمة، لأن الأطفال طبعا بيشجعوا بعض في الروضة، بيبتدوا إن هم طبعا غير الأم، فبيتقبل من المعلمة والأطفال اللي حواليه أكتر وأكتر، بيتعلم منهم أكتر. بيتعلم فعلا. أيوة، بيبقى في تشجيع منهم، في تشجيع لبعض ما أكتر بينهم. فعلا. طب إزاي بتعلموهم الحروف الأبجدية؟ والله الحروف الأبجدية طبعا بنعلمها له شفوي عن طريق التلوين، الكتب المصورة عن طريق ترتيبهم، في من دخلها له في نظام من خلال أغنيات، تمام. الطفل طبعا بطبيعته بيحب اللعب والانشطه زي البازل، التنس، الصلصال، المكعبات. طبعا لو اجبرناه ان هو يقعد ويتعلم هيكره التعليم، فلازم ندخل له بعض الانشطه دي اللي بتديله دافع ان هو يحب التعليم اكتر واكتر. بتشجعه فعلا، بتبقى حاجه كويسه جدا. لازم اديله حافز لكده. طيب انا امهات برضو بتسال كتير، انا امتى يعني امتى ابدا اعلم ابني بقى الطريقه الصحيحه انه يقدر يمسك القلم كويس جدا، يكتب على السطر ما يطلعش ونازل والحاجات دي. ودي اكتر حاجه بلاقي الامهات كتير بتيجي فعلا من بدءا من 3 سنين تبتدي عايزه ابنها يكتب كويس جدا، عايزه ابنها ما تطلعش فوق. أيوة، ما تنزلش. أيوة، تحت، لا امشي على السطر، لا كده ما ينفعش، ده مش عارف ايه. عايزه اعرف بقى من حضرتك كاستاذه وخبيره، تفيد الامهات في ان هي تعرف ازاي الطريقه الصحيحه انها تمسك القلم مع ابنها، اوكي،
تاني حاجة ان امتى بقى ان السن المظبوط جدا ان الولد يكتب بطريقة سليمة جدا؟ هو علميا 6 سنين، ما تبقاش قلقانة خالص، طبعا بيبقى فيه صبر، احنا طبعا بنديله حافز دايما وبنشجعه، طبعا الام لازم تبقى صبورة مع المعلمة، احنا طبعا بنعمل له نقط بيمشي عليها، ده بيديله قوة تركيز اكتر في مسكة القلم. طبعا بنعمل له رسومات، نقول له مثلا لون جوه الدايره، ما تخلوش يخرج بره الدايره عشان تدي له قوه تركيز اكتر في مسكه البنسل وحافظ اكتر واكتر طبعا، والصبر وكده. وفيما بعد ان شاء الله بيمسك اكتر ويبقى في دقيق في مسكه القلم والكتابه مظبوطه على السطر. طب كتير امهات برضو بتشتكي من ان الطفل ابنها عنيد قوي معاها، انها تخليه يقعد يذاكر معاها عند تمام. لا ما تش عايز يعمل حاجه تمام. نتعامل معاه ازاي الطفل العنيد دوت؟ طبعا بطبيعته ما بيحبش الاوامر، طبعا هو بيقول للام انا عاوز كذا كذا، على طول بتقول له لا لا ترفض. فطبعا انا ليا دور كمعلمه، بحب اخيره، اقول له مثلا مثال هنكتب دلوقتي ولا تاكل الساندوتش بتاعك، فهو بجيله بالطريقه دي بالسياسه. فطبعا الطفل العنيد ما بيحبش خالص ان هو حد يديله اوامر، بيكره الاوامر. وطبعا بقى مع التحفيز والتشجيع بعمل له بنعمل مسابقات طبعا، دايما بشجعه، بنستخدم طبعا زي ما قلت لحضرتك البازل، بنعمل انشطه كتير بنخليه يبقى يحب الحضانه بشكل تام، غير طبعا في البيت وكده. طيب الطفل الشقي، هو في دايما الناس بتخلط ما بين الطفل الشقي والحركي وما بين الطفل اللي هو مفرط الحركه، اللي هو المشخص كانه الطبيب مشخصه ان هو مفرط الحركه. تمام. عايزين نفرق ما بين الطفل الشقي الحركي وما بين الطفل اللي هو مفرط الحركه. الطفل الشقي طبعا انا لما اقول له مثلا طلع مثلا كتاب الماس العربي التربيه الاسلاميه، هات قلمك برايتك علبه الوانك، هيجيبهم. انما الطفل المفرط الحركه بيبقى قله الانتباه عنده قليله شويه غير الطفل الطبيعي، قليل التركيز. تمام. فطبعا الطفل المفرط الحركه طبعا جاي متشخص ان هو عنده فرط حركه، فطبعا لازم اهتم بيه اكتر واكتر، اكون صبوره معاه. طبعا بدخله في بعض الانشطه، بخليه يلعب لانه طبعا هو مفرط الحركه، طبيعي طبعا ان هو عاوز يطلع حركته الزايده في حاجه، فطبعا انا بخليه دايما يلعب كده. انما الطفل الشقي بطبيعته ان هو شقي، فغير الطفل الطبيعي، الطفل الشقي بيستجيب غير الطبيعي. فاهمه حضرتك؟ طب حضرتك عندك صفحه، عندك بيج على الفيسبوك؟ عندي صفحه المرأة للغات. طب عادك بتنزلي عليها ايه الاكتيفيتي بتنزلي عليها؟ بنزل طبعا دايما شغلي، وبنزل الصور وكده، الحاجات يعني الامهات تستفيد منها، بتنزل لهم نصايح وحاجات زي كده تفيد الام في التعامل مع كل التربيه الذكيه للام. ما شاء الله. طب انا عايزه اسال بقى حضرتك دلوقتي، ماشي فاصل ونرجع تاني. ماشي. ورجعنا لكم تاني. استاذه مروه، كنا عايزين نسالك عن امهات كتير بتتساءل، انا ابني داخل اولى ابتدائي ومش متاسس كويس، اتعامل معاه ازاي؟ طبعا المعامله معاه بتبقى من الجيل الاول الحروف بالفتحه، وبعد كده الكسره، وبعد كده الضمه، وبعد كده التنوينات، تنوين فتح، تنوين كسر، تنوين ضم، وبعد كده المدود، مد الف، مد ياء، مد واو. طبعا بعد ما تديله الكم ده كله هتبتدي تديله الترتيب، تخليه يتملى بدون ترتيب، وبعد كده تديله كلمات يحللها المقاطع الصوتية، ومع الإملة والتدريبات طبعا هيبقى مؤهل ومعاه حصيلة كافية ان هو طبعا يقرأ اي كلمة لما يدخل طبعا المرحلة الابتدائية. طب وبالنسبة للحساب او الماث؟ الحساب او الماث برضو بياخد الارقام كلها بندربه عليها. تمام. بنديله طبعا الجمع والطرح، العدد السحري، الحاجات دي كلها بقى مدرب عليها تدريب كافي عشان يبقى مؤهل برضو، عارف ان هو يدخل برضو يعرف اي حاجه، يعني سواء جمع، طرح، رقم سحري، اللي هو الارقام كلها بيبقى عنده حصيله كافيه، عارف الارقام كلها، الحاجات دي كلها بيبقى بيتدرب عليها برضو.
طبعا المعلمة مع الأم لازم تبقى صبورة في الحتة دي. طبعا هي الأم معاها دور كبير أكتر. تمام. طيب احنا هنا من مين اكتر عايزين نعرف بقى مين اكتر ناس وقفت جنبك وشجعتك انك تبني نفسك وتبقى عندك حضانه وحاجات زي كده؟ هو اولا طبعا والدي ووالدتي رحمه الله عليهم الاثنين، وطبعا اخواتي واولادهم هم من سني، وطبعا صديقتي نرمين انديل حبيبه قلبي واصدقائي طبعا بلا استثناء طبعا مش عايق. كلهم طبعا ربنا يديمهم يا رب ويديمك نعمه في حياتي. ربنا يخليكي يا قلبي، ما تحرمش منك ابدا. الله يا رب دايما مزيد من التقدم والنجاح والتفوق في حياتك يا رب، ودايما الى الابد ان شاء الله باذن الله. في صور معانا ممكن تشرحيها لنا؟ مش باينه. الصور معانا اهي، حضرتك بقى تقول لنا بقى مين الاموره دي. اهي اهي الصور، مين الاموره دي؟ ديت انا مش ايسل. دي ايسل، و ايسل سعيد. ديت عندي بنوته جميله جدا في الحضانه وملتزمه بصراحه. ودي برضو دي فريده اخت ايسل برضو عندي في الحضانة. دي رودينا، دي من المتفوقين عندي برضو كي جي توم أهل المرحلة الابتدائية. ودول بقى الأطفال عندي في الروضة برضو، أنا بحب أتصور معاهم على طول. واضح إن هما بيحبوكي. ده مالك برضو. مالك ده كي جي وان. انا خلصت. نحب بقى في اخر حلقتنا بقى نحب نعرف حضرتك تشكري مين بقى ومين اللي دعمك ووقف جنبك، تحبي تشكري من مكاننا ده؟ طبعا احب اشكر اختي ام عبد الرحمن واخواتي واولادهم وحضرتك طبعا واصدقائي كلهم بلا استثناء. حبيبه قلبي ما تحرمش منك يا رب. الله يخليك. طبعا احنا واولادي طبعا دايما بيحفزوني برضه. ربنا يبارك لك. الله يبارك لك يا رب. احنا مبسوطين جدا بوجودك معانا وعلى كم المعلومات الجميل اللي احنا استفدنا بيه جدا، ويا رب نتمنى لك دايما التقدم والنجاح. اللهم امين يا رب. وللاسف موعد الحلقه خلص، ونشوفكم ان شاء الله السبت الجاي في نفس الميعاد الساعه 2 على قناة الصحة والجمال وبرنامجكم أمل وحياة. إلى اللقاء.